بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نتعلم طريقة علاج الطائر الذي أصيب بجرح ما في رجله أو في جناحيه، أو تحت الجناحين. إذن ندخل في صلب الموضوع. أولا وقبل كل شيء، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة محترف الطيور، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. وإن كنت من أحبابي الغاليين، لايك يا غالي. إذن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا سنفعل إذا انجرح؟ إذا أصيب الطائر بجرح، تعال هنا. أولا وقبل كل شيء، سؤال: هل هذا ذكر أم أنثى؟ أريد أن أرى التعليقات. إذن على بركة الله، إذا أصيب الطائر الباجي في جناحيه أو في الرجل كما قلت، أو في أي مكان في الجسم، أولا ما عليك فعله، قم بمسك. لنفترض مثلا أن هذا المكان هو مكان الجرح، نقوم بالضغط عليه هكذا، ثم الضغط بالسبابة والإبهام لمدة 10 ثواني إلى 12 ثانية حتى تحس أن الدم قد توقف. على هذه الطريقة، أول شيء، قبل كل شيء لا بد أن تغطى بهذه الطريقة. ثانيا، ماذا عليك أن تفعله؟ تقوم بمسك قطعة قماش من القطن أو هذه المادة والماء الدافئ، ثم نقوم بتنظيف هذا المكان بالماء الدافئ والقطن تنظيفا جيدا. بعد ذلك، على حسب ماذا يوجد في المنزل، إما أن تضع مراهم أوريوميسين أو زيت الزيتون أي مراهم آخر، نقوم بتنظيف هذا المكان ثم نضع مراهم ثم نطرق الطائر. من جهة أخرى، نقوم بوضع مكان وضع البذور في الأسفل، علما أنه لا يستطيع أن يصعد إلى الأعلى، وتضع له البذور في الأسفل، وكذلك المشربية لا بد أن تكون في الأسفل، هي كذلك على هذا الشكل. وإن أمكن وضعها في الداخل. على هذا الشكل، وتثبيتها بقطعة بلاستيكية أو سلك من هنا، ثم يبدأ يشرب ثم يأكل، مع مساعدته طبعا بإعطائه الخبز مع الماء. كان هذا هو فيديو اليوم. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الضغط على زر لايك وأن تشترك في القناة. برعاية الله. طلب بسيط للأحباب الغاليين: هل ممكن أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك؟ هل ممكن أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك؟ أنا أعلم أنكم تستطيعون يا جيش محترف الطيور. برعاية الله، أحبكم في الله.